مهم، خلونا نتكلم حبة على التنسيق بتاع الثانوية العامة. أيوة، تنسيق الجامعات بكرة بإذن الله يوم الثلاث الموافق 23 أغسطس إن شاء الله، أول أيام أعمال مكتب التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة والمنبثقة الاثنين يعني عن الجامعات الحكومية. هنبدأ بإذن الله من الساعة 9 صباحا ويستمر أو يتستمر حتى يوم الثلاث بإذن الله 30 أغسطس 2022. كويس؟ طيب، من ناحية تانية ويمكن على نفس ذات الصعيد المتسق المتصل غير المنفصل، قرر دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد يوما إضافيا لتنتهي المرحلة الثانية من تمام الساعة 7 مساء الثلاث موافق 23 أغسطس. فاكرين لما كنت بكلم دكتور عادل عبد الغفار قلت له يا فندم هتمدوا يوم زيادة؟ قال لي ده بيترك لظروفه، فغالبا توقعاتنا جابت جول يعني زي ما بيتقال، وفعلا زاد يوم، وبإذن الله هذا اليوم مستمر إلى الغد الساعة 7 مساء. ليه الوزارة عملت كده؟ حرصا على مستقبل الطلاب اللي لسه ما عملوش التنسيق الإلكتروني بتاعهم لحد دلوقتي. الطلاب 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 الطالبات 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 شدوا حيلكوا حبة، وزي ما نصح دكتور عادل قبل كده لو تفتكروا في مكالمتنا الأسبوع اللي فات، يا جماعة تعاملوا مع الموضوع بمنتهى الجدية، مش تعامل بس مع مسألة إن احنا نعمل التنسيق الإلكتروني بتاعنا، بمنتهى الجدية علشان تجي لك الرغبات بتاعتك بالمظبوط بالمظبوط. كل ده بيتعمل ليه؟ علشان الفرصة بتاعتك تاخدها بمنتهى العدالة. معانا على التليفون دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بسفير سيادة النائب، ازي حضرتك؟ ازاي الصحة؟ كله تمام؟ كله خير الحمد لله. والله تشكرات تشكرات انكم زودتوا يوم علشان الطلبة بتوع التنسيق. وسيادة الوزير كما ذكرت لحضرتك رفعنا تقرير إحصائي بأعداد الطلاب اللي تقدموا حتى صباح اليوم، وسيادته إدى توجيهات لمكتب التنسيق بإضافة يوم لتمكين الطلاب الذين لم يتمكنوا خلال الفترة الماضية من التنسيق أو لديهم رغبة الطلاب الآخرين في تعديل رغباتهم. وزي ما حضرتك أشرت إن شاء الله باكر الساعة 7 مساء ستغلق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد. عظيم جدا. قبل بقى ما هننتقل للنقطة بتاعة الجامعات الأهلية والجامعات المنبثقة عن الجامعات الحكومية، بخبرة حضرتك يا دكتور إيه اللي بيخلي الطلبة بيتأخروا قوي كده في التنسيق الإلكتروني؟ في المرحلة الثانية عندنا أكثر من تفسير. بعض التفسيرات إن بعض الطلبة قدمت في أماكن أخرى، بعض الطلبة قد تكون تمكنت من الحصول على منح، بعض الطلاب لا زالوا مترددين من يعني تحديد رغباتهم واختيار تخصصات. فكل هذه الأسباب بتجمع عندنا في النهاية إلى إحصائية. هذا الإحصائية نرى إنه ضياع الفرصة عليهم لن تعوض، لأنه طبعا المشكلة حضرتك في التنسيق الحكومي هي فرصة واحدة لا تتكرر للطالب. فإذا فقد هذه الفرصة وبعدين بنواجه بعد ذلك، يعني إحنا عندنا حضرتك السنة دي ناس من السنة اللي فاتت ما نسخوش وجايين النهاردة، أعلننا مرارا وتكرارا أن التنسيق الحكومي يعطى لفرصة واحدة ولا تقرب بالنسبة للطالب. من حقه في الجامعات الأهلية والخاصة أنه ممكن صلاحية شهادة الثانوية سنتين، لكن بالنسبة للتنسيق الحكومي، لأن إحنا حضرتك عندنا كل سنة أعداد كبيرة جدا بتتخرج من التربية والتعليم، فمقعده خلاص تم الحصول عليه من طالب آخر ولا يستطيع أن يسترد. ولذلك بنبقى حريصين كوزارة أن تعطى هذه الفرصة كاملة للطالب لكي يقرر، وحصوله على هذه الفرصة لن تخسره شيء. فمهم جدا خلال اليوم المتبقي على الطلاب الذين لم ينسقوا أن يستغلوا هذه الفرصة، وأيضا الفرصة لا تزال متاحة للطلاب الذين لديهم رغبة في إجراء تعديل على رغباتهم وترتيبهم. عظيم جدا. طيب هننتقل بقى للشق الجديد اللي هيبدأ برضو بس الصبح بكرة، لكن الساعة 9 صباحا بقى، ألا وهو تنسيق الجامعات الأهلية والمنبثقة عن الجامعات الحكومية. إن شاء الله 9 صباحا هنبدأ هذا المرحلة لمدة أسبوع، ودي تجتمع على 12 جامعة حكومية أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية،
وكل جامعة من هذه الجامعات خلال الفترة الماضية المركز الإعلامي للوزارة هي قدم مرشد للطلاب، لأن احنا نعلم أن هذه تجربة جديدة، وبالتالي حجم الاستفسارات والأسئلة من الطلاب كان كثيرا على الصفحة الرسمية للوزارة. عملنا تحليل لكل هذه الأسئلة وردنا فيها على الطلاب من خلال أكثر من شكل فني، عملنا لهم انفجرافيات تفصيلية، عملنا لهم مرشد سين وجيم يساعدهم، عملنا لكل جامعة على حدة شكل توضيحي بكل البرامج المتاحة في كل القطاعات. إن شاء الله بكرة، وده أستغل الفرصة للإعلان عن إنه الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية تنظم غدا أسبوع للتعريف بالجامعات الأهلية الجديدة في التجمع في مبنى التعليم الخاص بالهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية على مدار أسبوع كامل. وعلى هامش هذا الأسبوع سيكون موجود معمل حاسب آلي لمساعدة الطلاب في تعريفهم بكيفية التنسيق، وفي نفس الوقت مساعدة الطالب على التنسيق في نفس اللحظة. الفكرة هذا الأسبوع إن في ممثلين لكل الجامعات الأهلية الجديدة موجودين، أي استفسارات للطلاب ينورون على مدار هذا الأسبوع، يتم الإجابة على استفساراته وعلى أسئلته، ويتم كافة الإيضاحات يطرحها من خلال المتخصصين هيجاوبوا، وهو لو مش قادر ينسق لنفسه هيساعدوه على التنسيق من خلال معمل حاسب متخصص يعني جهزناه لهذه المهمة تحديدا. كل ذلك بهدف أن الطالب يفهم البرامج المتاحة، آلية التعاون مع الجامعات الأهلية، نظام التدريس في هذه الجامعات، المصروفات الخاصة بها، كل ما يتصل من أمور أكاديمية وإدارية ومالية الحقيقة هتبقى متاحة من خلال هذا الأسبوع. عظيم جدا. طيب على ما يبدو أنه حضراتكم عملتوا تحليل كيفي رائع جدا، هل هناك تحليل كم يا دكتور نقدر من خلاله نعرف حجم المتوقع أو عدد المتوقع من الطلاب اللي هيقدموا في التنسيق بتاع الجامعات الأهلية؟ احنا الحقيقة يمكن حضرتك كان لدينا دراسات استطلاعية في بعض الجامعات، عندنا إقبال كبير جدا على بعض القطاعات الخاصة، القطاع الطبي في جامعات اللي هي الطلبة هي زاروا هذه الجامعات، حجم استفسارات ضخم، وفي بعض الكليات بالتأكيد المعروض يعني أو طلبات الطلاب ستزيد على الكميات المتاحة أو المقاعد المتاحة. أيا كان فالفرصة متاحة للطلاب في الـ 12 جامعة، لأن ما عندناش توزيع جغرافي يلزم الطالب بالتقديم في كلية معينة. هذا شيء إيجابي جديد في طبعًا. تجربة الجامعة الأهلية، الطالب يقدر حضرتك يختار أي تخصص في أي مكان في أي محافظة. صحيح. فده يدي مرونة أكتر لينا في أن الطالب يتاح ليه، يعني إذا ما أمكنش بالنسبة له أن يحقق رغبته في جامعة ما، يستطيع أن يحقق هذه الرغبة في جامعة أخرى. وبالتالي هذه المرونة أولا هتساعد الطلبة من ناحية، ومن ناحية تانية تخلق توازن بين الجامعات في الاعداد من ناحيه ثانيه. طيب كما تقدم الدكتور عادل عبد الغفار بالنصح الاسبوع اللي فات للطلبه والطلبات اللي داخلين على التنسيق وازاي يعرفوا ويشتغلوا على رغباتهم بشكل انه يحول دون ان هم بعد كده يقدموا تظلمات او طلبات نقل من جامعه الى اخرى، اكيد اكيد في نصح ما يتقدم به الدكتور عادل عبد الغفار للطلبه المقبلين على تنسيق الجامعات الاهليه ايضا. بقول حضرتك رقم واحد، النهارده لا تزال الفرصة متاحة، يدخل على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي يتعرف حضرتك على كافة البرامج الدراسية. احنا عاملين نظام جديد، كل جامعة من الجامعات فيها اللي هيبدأ الدراسة السنة دي عدد من الكليات محددة. هذه الكلية لا تطرح كل البرامج، ولكن في كليات تطرح برنامج واحد فقط. وبالتالي يتعرف إذا كان الطالب لديه رغبة على سبيل المثال في برنامج الطب والجراحة، يقدر يشوف برنامج الطب والجراحة متاح في أي جامعات أهلية. الطالب معني بالقطاع الهندسي، في القطاع الهندسي لدينا برامج متعددة، مش كلية هندسة بس، لا أيوه. صحيح كلية الهندسة متاحة في أكثر من جامعة، ولكن برامج مختلفة، يعني عندنا برامج تخص بناء المدن الذكية، في برامج تخص التشييد، في برامج تخص الذكاء الاصطناعي، في برامج تخص
وهكذا. إذن ليست كلية الهندسة في عمومها، ولكن يدخل على البرنامج اللي عايزه في كلية الهندسة. هل هو عايز هندسة الحاسبات؟ هو محتاج ربطها بالذكاء الاصطناعي؟ هل هو محتاج هندسة الخاصة بالمدن الذكية؟ يعني ليست كمطلقة. وعشان كده حضرتك عملنا هذا الموضوع في الانفجرافات التوضيحية للطلبة، تقول له اختار البرنامج داخل الكلية، مش الكلية على عوالينا. لا صح، لأن يعني عندنا كليات كل ما تطرحه مجرد برنامج واحد أو برنامجين أو ثلاثة وفقا لما تطرحه الجامعة. عشان كده دي نقطة مهمة جدا، ولا تزال قدامه فرصة، ما يقلقش، يفكر كويس ويتشاور مع أهله ويرتب رغباته بشكل صحيح. صحيح، ده بالضبط عامل زي اللي بتعمل في الجامعات الكبيرة بتاع بلاد بره، برامج للدراسة بتتم اختيارها بمنتهى الدقة، حاجة تفرح بصراحة وتشرف. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور عادل، ألف شكر حضرتك دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي.